أهلا بكم وأمسية طيبة بلادي ووالدون. وصلنا إلى مقر فريق لمسيا للتفاوض مع الفريق. عطال يقترب من الدور الخارجي. إبراهيم مازا يتعرض لإصابة ويغيب عن الملعب. إدارة أتلتيكو مدريد تجدد عقد جزائري بالعيد. إدارة فريق تقرر فتح تحقيق بسبب فيديو لمحرز. الكوتش بالماضي بخرجة رائعة فيما يخص ضحايا بجاية. عاجل حسب جريدة الكأس، يوسف بلالي ووالده يصلان إلى مقر مديرية الجزائر للتفاوض مع إدارة الفريق. والد بلالي عبد الحفيظ يفاضل بين عرضي الوداد البيضاوي ولمسية. والد بلالي درس عرض الوداد البيضاوي قبل أن يصل إلى الجزائر العاصمة للتفاوض مع مديرية الجزائر. الناخب الوطني جمال بالماضي يطالب الفاف ببرمجة زيارة إلى المناطق المتضررة من الحرائق التي شهدتها البلاد. الكوتش بالماضي من المرتقب أن يزور القرى والمدن المتضررة لمواساة أهالي ضحايا الحرائق وزيارة المرضى. بالماضي وجه رسالة شكر لرجال الجيش الشعبي الوطني وأعوان المطافئ. إدارة الفريق تقرر فتح تحقيق أزمة داخل الأهلي السعودي بعد تسريب فيديو لرياض محرز. كشفت تقارير إعلامية سعودية أن إدارة الأهلي السعودي قررت فتح تحقيق داخلي بعد تسريب فيديو لوصول لاعب دولي الجزائري محرز إلى معسكر الفريق بالنمسا. وبحسب ذات التقارير فإن إدارة الفريق وجهت أوامر للاعبين بعدم التقاط صور لمحرز قبل الإعلان رسميا عن الصفقة، إلا أن أحد المتواجدين مع بعثة الفريق أخرج فيديو لمحرز وهو يتناول العشاء مع لاعبي الفريق يوم أمس الأربعاء. وطلبت إدارة الأهلي السعودي من إدارة الفندق الذي تقام فيه بعثة الفريق تسجيلات لكاميرا متواجدة في الفندق من أجل معرفة هوية مسرب الفيديو. وكان نادي الأهلي السعودي قد حسم صفقة محرز مقابل 30 مليون يورو، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن الصفقة. إدارة أتلتيكو مدريد تجدد عقد المهاجم الجزائري بالعيد. أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن تجديد عقد الموهبة الجزائرية الصاعدة رايان بالعيد. وتوصل نادي أتلتيكو مدريد إلى اتفاق رسمي مع لاعبه الشاب رايان بالعيد الذي مدد عقده مع الفريق إلى صيف 2027. جدير بالذكر أن المهاجم الشاب بالعيد قدم مستويات رائعة في الموسم الماضي رفقة فريق أتلتيكو مدريد للشباب. يوسف عطال يقترب من الخليج. كشفت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائري يوسف عطال يمتلك عروض مهمة من الدور السعودي والقطري من أجل التعاقد معه خلال الفترة الصيفية الحالية. وحسب ذات التقارير فإن نادي الريان القطري قدم عرضا مغريا جدا للظهير الأيمن الجزائري يوسف عطال من أجل الاستفادة من خدماته الموسم المقبل. وتبقى احتمالية انتقال عطال إلى إحدى الأندية السعودية أو القطرية واردة جدا بعد هجرة العديد من النجوم إلى الدوريات الخليجية. إبراهيم مازا يتعرض لإصابة ويغيب عن الملعب لفترة طويلة. تعرض اللاعب الجزائري الشاب إبراهيم مازا لإصابة خطيرة على مستوى الركبة خلال تحضيرات فريقه هيرتا برلين الألماني لبداية الموسم. وسيغيب الجزائري الأصل إبراهيم مازا لفترة 3 أشهر عن الملاعب دون الحاجة لإجراء عملية جراحية. وقدم إبراهيم مازا مستويات رائعة في الموسم الماضي رفقة فريق هيرتا برلين في الدوري الألماني. جدير بالذكر أن إبراهيم مازا يمتلك أصول جزائرية من والده الجزائري في حين أن والدته من الفيتنام.